أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا، كل سبب الإنسان إذا توصل إليه وعمل به يتمكن أن يصل إلى المسبب. أما إذا الإنسان لم يتوصل إلى السبب لا يتمكن أن يتوصل إلى المسبب. في قصة ذي القرنين في القرآن الحكيم الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتبع سببا، يعني أنه اتبع ذو القرنين الأسباب حتى تمكن من السيطرة على العالم. لأن ذا القرنين في قول مشهور تمكن أن يستولي على سلطة العالم. كلامنا الآن ليس في ذي القرنين ولا في وصوله إلى العالم، وإنما كلامنا حول حكم الإسلام وأنه ما هو تكليفنا نحن. البلاد الإسلامية منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قبل قرن في بعض البلاد، إلى قبل نصف قرن في بعض البلاد، وفي بعض البلاد إلى ما قبل 80 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 90 سنة. البلاد الإسلامية كانت تحكمها القوانين الإسلامية. صحيح أن كثيرا من الخلفاء والأمراء والملوك كانوا شخصا وحاشية فاسقين لا يطبقون الإسلام على أنفسهم، يشربون الخمر، يلعبون القمار، ينساقون وراء الشهوات، يقتلون الأبرياء، يستولون على أكبر كمية من أموال الرعية، أو أن قسما منهم ما كان يصلي أو ما كان يصوم أو ما كان يحج. لكن قوانين البلاد كانت إسلامية، يعني المحاكم، القضاة ومن أشبه كانوا يحكمون على طبق الإسلام. إذا كنت تذهب إلى الكوفة أو إلى البصرة أو إلى المدينة وصارت عندك مشكلة مع إنسان، كنت تراجع القاضي. القضاء كان حسب القوانين الإسلامية، يعني أنه البينة على المدعي، اليمين على من أنكر، وما أشبه من القوانين التي قررها الإسلام. إذا زوج الإنسان بنته وعمرها 10 سنوات، الدولة، القاضي، المحكمة، الحاكم ما كانوا يقولون لهذا الأب إنك خالفت القانون ويجب أن تسجن. وكذلك إذا عمر الإنسان قطعة من الأرض المباحة ما كان الوالي أو الحاكم أو القاضي أو من أشبه يقولون له إن هذه الأرض لا يجوز لك بناؤها إلا بحدود والرسوم وبلدية ومهندس ومن أشبه. كانوا يعملون بأن القانون هو قانون الإسلام، وأن البنت تبلغ إذا بلغت عمرها 10 سنوات، وقانون أن الأرض لله ولمن عمرها، إلى سائر القوانين
الإسلامية، من الواضح أنه في فترة أو فترات قصيرة جدا القانون لم يكن قانون الإسلام في البلاد، مثل فترة تشنجيز أو فترة بعض القرامطة أو فترة صاحب الزنج أو ما أشبه، لكنها كانت فترات قصيرة جدا، لعلها 10 سنوات 5 سنوات أقل أكثر. وإلا القانون العام كانت قوانين إسلامية، القضاة يحكمون حسب الكتاب والسنة، الحكام يحكمون حسب القوانين المنبثقة من الإسلام، مهما كان الوالي أو الحاكم العام أو الملك أو الأمير فاسقا وفاجرا. لما جاء الغربيون والشرقيون إلى البلاد الإسلامية، ونقصد بالغربيين بريطانيا وأمريكا وفرنسا ومن لف لفهم كإيطاليا في ليبيا مثلا، ولما جاء الشرقيون إلى البلاد الإسلامية كالشيوعيين، هؤلاء غيروا قوانين الإسلام، يعني بقي الحاكم فاسقا فاجرا كافرا شاربا للخمر، بالإضافة إلى ذلك صار القانون قانون الغرب، وصار القانون قانون الشرق، بدلوا القوانين إلى قوانين كافرة. يعني أنك إذا زوجت بنتك وعمرها 10 سنوات كان القانون يعاقبك، وأن هذا الشيء خلاف القانون، أو أنك كرجل دين إذا عقدت المحكمة تقول إنك لم تكن مجازا في العقد فيجب عليك أن تسجن، أو أنك إذا بنيت لك دارا أو رممت لك دكانا كان القانون يقول لك بغير إجازة البلدية صنعت هذا الشيء فللبلدية الحق في أن تهدم دارك أو أن تسجنك. الغربيون بدلوا قوانين الإسلام إلى قوانين الكفر. هذا الآن موجود في أغلب البلاد الإسلامية، يعني صار القانون قانونا شرقيا أو قانونا غربيا أو مزيجا منهما، مثل قانون مثلا الاشتراكية أو قانون الإصلاح الزراعي أو سائر القوانين، العقوبات، الجرائم، المعاملات وإلى آخر القوانين. صارت هذه قوانين كافرة. القجريين ما كانوا حكاما صالحين، لكن القوانين في بلادهم على الأغلب كانت بيد الإسلام، العلماء يحكمون، القضاة الإسلاميين يحكمون، الحكم كان حسب قانون الإسلام. وإذا غير في زمان القاجاريين كان تغييرا بسيطا جدا وجدا. البهلوي لما جاء رضا خان، هذا كان عميل بريطانيا والبريطانيون هم الذين جاءوا به في صراحة ووضوح، فهذا طبق القانون الكافر. وفي سائر البلاد أيضا جاءوا بعملاء لهم غيروا القوانين الإسلامية إلى قوانين كافرة. هؤلاء الحكام العملاء للمستعمرين لما جاءوا إلى البلاد صنعوا 3 أشياء بالنسبة إلى القوانين، قوانين البلاد. الشيء الأول، جاءوا بقوانين المستعمرين الغربيين والشرقيين، يعني الخمر مباح، الزنا مباح، القمار مباح، السفور مباح، الغناء مباح وإلى آخر القائمة.
هذه الأشياء التي كانت سائدة في بلاد الغرب وإلى الآن سائدة في بلاد الغرب والشرق. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنهم جاءوا بقوانين استعمارية بالإضافة إلى قوانين المستعمرين، يعني أنه صاروا تلاميذ لتطبيق الاستعمار. مثلا مزقوا البلاد الإسلامية قطعة قطعة، هذا كان موضوعا استعماريا بحتا. مثلا بينما أمريكا نفوسها 250 مليون، صارت البلاد التي تحت أمريكا مبضعة، فرق تسد. هذا شيء ما كان في أمريكا وما كان في بريطانيا، وإنما قانون استعماري أتي به إلى هذه البلاد لأجل الاستعمار، لا لأجل أنه قانون صالح في نظر الغربيين ولبلادهم. القسم الأول كان قانون صالح في نظرهم وبلادهم وجاءوا به إلى بلادنا. الموضوع الثاني أنهم جاءوا بقوانين إضافية، قوانين لم تكن في بلادهم وإنما جاءوا بها إلى بلادنا لغرض السيطرة ولغرض الاستعمار. ذات مرة كنت أقرأ في كتاب أنه قبل الحرب العالمية الأولى فلسطين، أردن، إسكندرونة، سوريا، لبنان كانت بلدا واحدا. في إبان الحرب العالمية بضعت هذه البلاد، ألحقت إسكندرونة بتركيا، سوريا صارت مستقلة، لبنان صارت مستقلة، أردن صارت مستقلة، فلسطين صارت يهودية، ولبنان طبيعة مسيحية. جماعة بعد الحرب شكلت من هذه البلاد وذهبوا إلى عصبة الأمم. ذاك اليوم كانت الأمم المتحدة تسمى بعصبة الأمم مع تغيير ما. ذهبوا إلى تلك البلاد للمطالبة بأن يرجعوا بلادهم بلدا واحدا. لنفرض أن بلدنا قطعت وقسمت، فأردنا أن نرجع بلدنا بلدا واحدا كما كانت. هؤلاء ذهبوا إلى هناك، ورجل منهم اسمه بطرس من لبنان. هذا الرجل ينقل، بطرس يقول ذهبنا إلى هناك، وبعد رواح ومجيء وكلام فحص وبحث عن المخرج طلبني رئيس عصبة الأمم وقال لي: عزيزي بطرس، أنت لماذا؟ قلت: ما هو؟ قال: ألست رجلا مسيحيا؟ قلت: نعم. قال: إنا نحن الصليبيين عملنا طوال 1000 سنة لتحطيم بلاد الإسلام وتمزيقها، والآن وصلنا. هؤلاء المسلمون لا يفهمون مآربنا، ولذا جاءوا يريدون رد بلادهم بلدا واحدا. أما إنك مسيحي يجب أن تعرف أن هذه خطوة صليبية وقد وصلنا إليها، فلماذا تطلب أنت وأنت في ضمن هؤلاء المسلمين، لماذا تطلب إرجاع البلاد إلى بلد واحد؟ هذا بالنسبة إلى الموضوع الثاني الذي ذكرناه كمثال، لأن الحكام الذين هم جاءوا بهم إلى بلادنا بالإضافة إلى القوانين الكافرة التي أتوا بها إلى بلادنا أتوا بقوانين لغرض الاستعمار، وكلكم تعلمون أن هذه القوانين باقية في أغلب البلاد الإسلامية. الشيء الثالث جهل الحكام.
هؤلاء الحاكمون كرضا خان أو عبد الكريم قاسم أو من أشبه، هل هؤلاء كانوا عقلاء فاهمون دكاترة محامون علماء دين؟ كلا، وإنما أناس في غاية الجهل والعمالة. لهذا هؤلاء أضافوا من أنفسهم قوانين جاهلة بالإضافة إلى القوانين الاستعمارية، وبالإضافة إلى قوانين لأجل الاستعمار، جاءوا بقوانين عن جهلهم. الإنسان الجاهل هذا لا يتمكن أن يأتي بقانون ناضج، لابد وأن يأتي بقوانين تلائم عقليته الجاهلة. كمثل، والآن أبين لكم أمثلة لهذا الشيء إضافة إلى القسمين الأولين من القوانين. أذكر أنا في العراق إبان كنا في كربلاء، عبد الكريم قاسم وضع قانون الأحوال الشخصية، ومن جملة القانون أن البنت لا يحق لها الزواج إلا إذا كان عمرها 18 سنة، وأن العقد قبل ذلك باطل. حاكم في كربلاء يقول: راجعني أب بنت، أبو بنت وزوج هذه البنت، وعند البنت 3 أولاد من هذا الزوج. الأب اختلف مع الزوج في موضوع، فقال للزوج إن زواجك قبل 5 سنوات باطل بحكم القانون، يعني بحكم قانون عبد الكريم قاسم. وجاءني في المحكمة، الزوجة تحمل 3 أولاد، الأب يطالب بإبطال النكاح الصادر قبل 5 سنوات، لأن الفتاة عمرها 13 سنة لما زوجت، والآن قبل 18 من العمر، فالأب يطلب حسب القوانين إبطال الزواج انتقاما من الزوج. الزوجة تريد الزوج، والزوج يريد الزوجة، وعلاقاتهما كاملة، والبنت كاملة وأم ل3 أطفال من هذا الزوج، لكن القانون يقول إن الزواج باطل. الحاكم كان يقول: ماذا أصنع أنا؟ هل أدوس على ضميري حسب تعبيره وأبطل النكاح وأجعل هذه الأولاد 3 أولاد الشارع أو أولاد الزنا حسب اصطلاحه، أو أنه لا أدوس على ضميره وأرد دعوى الأب وأقول بصحة الزواج وأوقع نفسي في مخاطرة الإنذار والعقاب والطرد من المحكمة لأني خالفت قانون الزعيم عبد الكريم قاسم؟ هذا القانون أليس صادرا عن الجهل؟ وأي جهل؟ لكن الجاهل إذا وضع في مكان كبير لابد وأن يفسد، والغربيون أرادوا هذا الشيء، لأن غير الجهلة وغير المنحطين لا يطيعون أوامرهم ولا ينفذون مآربهم ولا يبيعون البلاد لهم، ولا يتمكن المستعمرون من أخذ الأموال من هؤلاء، ولا يتمكن المستعمرون من أن يجعلوا البلاد متخلفة إلا بسبب هؤلاء. هذا مثال للقوانين الجاهلة التي وضعها هؤلاء الحكام الجاهلون. مثال ثان في بلد إسلامي معاصر، ولا أسمي البلد الإسلامي، النائب في المجلس نقل لي، هو نائب برلمان، قال
صار القرار أن نضع القوانين. ومن جملة اللجنة لتشريع القوانين كنت أنا، لأن البرلمانات تشرع وهذا حكم على خلاف حكم الله، لأنه لا تشريع إلا لله، وإنما البرلمان يجب أن يكون آلة التنفيذ مو آلة التشريع. يقول أنا كنت عضوا في اللجنة وكنا أعضاء 3، أنا ونفران آخران. يقول في يوم التشريع أحد الصديقين صار عنده عمل والشغل ولم يتمكن من الحضور، وإنما أنا حضرت وإنسان آخر، فقط نفران من البرلمان، وكلاهما وأنا أعرفهما جاهلان، يعني مو دارسين، لا درسا قديما ولا درسا حديثا، وإنما مكانتهم الاجتماعية سببت انتخابهما وجاء إلى المجلس، مجلس الأمة في ذلك البلد. يقول جلسنا، قلنا من جملة القوانين التي كانت يجب علينا أن نشرعها قانون أقصى الحمل، كم مدة يتمكن الولد يبقى في بطن أمه؟ يقول صديقي قال 9 سنوات. قلت هل يمكن 9 سنوات يبقى الولد في بطن أمه؟ هذا الولد إذا خرج من بطن أمه يكون خريج ابتدائية أيضا، لازم 6 صفوف قاري أيضا. على كل حال ناقشت معه وناقشت وناقشت، هذا الصديق يقول، إلى أن أوصلنا الأمر إلى 2. التشريع صار في ذلك البلد أن من الممكن أن الولد يبقى في بطن أمه 2، وهذا شيء يضحك منه الطب غير الشرع. الشرع يضحك منه شيء طبيعي، الطب أيضا يضحك من هذا. انظروا أي جهل وأي فضيحة وأي انحراف يحكم قوانين بلادنا، بلاد الإسلام، في قبال قوانين الله سبحانه وتعالى. هذا مثال ثان للجهل الحكام. بينما نفس هذين الاثنين إذا كانا يقولان إن أقصى الحامل 1 مثلا ما كان يؤخذ عليهم، لكن جهلهم بالموازين العلمية والدينية والطبية وحتى الخارجية سبب أن يشرعوا قانون لبلاد بكاملها، وفورا المحاكم تأخذ بهذا القانون وبهذه القوانين وتطبقها على الناس كلهم. مثال ثالث رأيت قبل مدة في إحدى الجرائد، يسمي بلدا إسلاميا صاحب المقال بلدا إسلاميا معاصرا، يقول هناك قابلة زورت، قابلة زورت. التزوير كان عبارة عن أنه لم يكن طفل فأعطت القابلة شهادة الميلاد بدون وجود الطفل. رئيس الحكومة في ذلك البلد وهو عميل وجاهل في نفس الوقت، ولا أظن أن يعرف حتى ما يعرفه من الموازين العلمية أطفال أول الابتدائية، لأن إني أعرف شخصيا ذلك الحاكم من عملاء المستعمرين. هذا الحاكم سمع بهذا الشيء فعمم في كل بلاده أن أي طفل يولد يجب أن يؤخذ من الطفل المولود جديدا طبع أصابع اليدين والرجلين، ومن القابلة طبع أصابع اليدين والرجلين، ومن أم الطفل طبع أصابع اليدين والرجلين، ومن أب الطفل طبع أصابع اليدين والرجلين. لاحظوا هذا القانون، لأجل سارق واحد كمثل
يعمم قانون يهدر الأموال والأوقات وكل شيء وكل الطاقات، لأن إنسانا واحدا سرق، لأن إنسانا واحدا زور، لأن إنسانا واحدا انحرف. هذا القانون يشبه أنه فرد سارق يوجد في هذا البلد، بعد ذلك تعمم الحكومة لا حق لأحد في الخروج ليلا لعله سارق، أو إنسانا مثلا صاحب تاكس صنع صنعا سيئا اغتصابا مثلا، فتعمم الحكومة لا حق لأحد أن يركب التاكسي والسيارة، وإنما يمشون بأقدامهم إلى مقاصدهم. أليس هذا قانون مهزلة؟ ويعرف أنها مهزلة حتى طلاب الثانوية وحتى البقالين والعطارين الذين لا يفقهون علما ولم يدرسوا درسا، لكن الحاكم الاستعماري لا يخرج أحسن من هذا، طبيعي. هذا هذه أمثلة في بحر من الأمثلة، ولعلها إذا أراد الإنسان أن يعددها كانت الألوف وعشرات الألوف، إذا تتبع وفحص ودخل في الاجتماعات دخولا مباشرا. لكن نحن الآن مقصدنا أن القوانين التي شرعت في بلادنا أي البلاد الإسلامية، إبان الحكم الغربي وإبان الحكم الشرقي، كانت هذه القوانين ثلاث مهازل: مهزلة قوانين استعمارية، مهزلة قوانين جيء بها لأجل ترسيخ الاستعمار، ومهزلة قوانين هي قوانين صادرة عن أناس جاهلين بموازين الحياة وموازين العلم وموازين الحكم وموازين البلاد، مع الغض عن الإسلام ومع الغض عن أي اعتبار آخر. هذا ما كان. يجب علينا ثلاثة أشياء. الشيء الأول فهم الإسلام، إسلام الحكم، إسلام العبادة، إسلام التجارة، إسلام الزراعة، إسلام الصناعة، إسلام العقيدة، إسلام الأخلاق، إسلام الآداب، إسلام الردود، إسلام التواريخ، إسلام المستقبل والماضي، إسلام الحكم. كلامنا في إسلام الحكم، يعني أسلوب الإسلام في الحكم. هذا شيء يجب أن نستوعبه، لأن الإنسان مهما عرف الصلاة والصيام والحج والزكاة والشكيات والاحتياطات والسهويات ومقادير الأنصبة وعرفات ومنى، هذا الإنسان غير مرتبط بالحكم. نحن بحاجة إلى أن نفهم حكم الإسلام، أن الإسلام كيف كان يحكم، وما هي خطوطه العريضة في أسلوب الحكم، وكيف كان يدير البلاد. هذا علم مستقل، يجب علينا أن نستوعب هذا العلم. الشيء الثاني، يجب علينا أن نفهم موازين الحياة. الحياة لها شكل خاص، وفي كل زمان للحياة أسلوب وشكل وخصوصيات وعلاقات وارتباطات واجتماعات. فيجب علينا ثانيا فهم الزمان. لذلك في بعض الأحاديث في وصف الإنسان المرتبط بالله: عارفا بأهل زمانه. هذا الشيء الثاني. يجب علينا ثالثا أن نعرف كيف نتمكن أن نهدم هذا البناء الاستعماري، يعني القوانين الاستعمارية، ونجعل مكانها قوانين إسلامية. هذا أيضا علم،
وهذا أيضا عميق. نمثل لكم مثال يجمع الثلاثة حتى يتضح ماذا أريد أن أقول. إننا باعتبار أننا مكلفون الآن بإعادة الإسلام إلى الحياة، يجب علينا هذه الأشياء الثلاثة: فهم الإسلام، الحكم، فهم القوانين الوضعية والزمن، فهم كيفية رفض تلك وجعل هذا في مكانه أو جعل هذه في مكانها. نمثل مثال وله أمثلة وأمثلة، وإنما نكتفي بمثال واحد: البنك. عصب الاقتصاد في عالم اليوم ومن جملة العالم بلادنا. البنك لها قوانين، قوانين التجارة، قوانين الاستيراد، قوانين الإصدار، قوانين مثلا القرض، قوانين الإقراض، الاقتراض والإقراض، قوانين الحوالة، قوانين الكفالة، لها قوانين وقوانين وقوانين وقوانين. والبنوك إنما ركبت تركيبا غربيا. الآن إذا راجعت البنوك رأيت في البنوك مثلا 1000 قانون، كل هذه 1000 قانون نظمت تنظيما غربيا وشرقيا وغير مرتبط بالقوانين الإسلامية. هل نحن نفهم هذه القوانين؟ لا. هذا بالنسبة إلى قوانين الزمن. الشيء الثاني، نأتي إلى الإسلام. إذا فللنا هذا القانون الاقتصادي المرتبط بالبنك، ما هو القانون الاقتصادي الإسلامي البديل؟ هل نعرف هذا الشيء؟ قسم منهم إذا سئل عنهم قالوا نعم، لأن نعرف أنه لا ربا في الإسلام. هل يكفي هذا الشيء؟ وهل البنك فقط أمره منحصر في الربا؟ وكيف لا تأخذ الربا ولا تعطي الربا والبنك مبتن على هذا الشيء؟ مثل أن تقول على أنه أنا ما أريد الأساس وأريد السقف، غير أنك يجب عليك أن تجعل أساسا ثانيا حتى يقوم السقف عليه. فالأول يجب أن نعرف قوانين الزمن بالنسبة للاقتصاد، الثاني يجب أن نعرف قوانين الإسلام بالنسبة للاقتصاد. عرفنا هذا وعرفنا هذا، الشيء الثالث يجب أن نعرف أنه إذا أزلنا هذا الشيء العتيق البالي الاستعماري، كيف نجعل مكانه شيئا إسلاميا؟ هذا أيضا يحتاج إلى العلم، لأنك من باب المثال أزلت الربا عن البنك. أولا، أحد لا يودع ماله البنك، البنك يشرف على الإفلاس، لأن الناس الذين يودعون أموالهم في البنك بقصد الربح يودعون. يودع عندك 1,000,000 دينار بقصد أن يأخذ منك بعد سنة 50,000 دينار إضافي، لا يودع عندك المال. وثانيا، نفس هذا المال الذي كان مودعا في بنك بلاد الإسلام يهرب إلى الخارج، يدعه في بنوك بريطانيا وسويسرا وأمريكا وما أشبه حتى يعطي له بالمال بالربح، ثم يقولون للناس: هل رأيتم أن الإسلام لا ينفع؟ سبب تهريب الأموال إلى الخارج وسبب تحطيم الاقتصاد. فيجب عليك أن تعرف في المرتبة الثالثة كيف تهدم قوانين الاقتصاد الربوية وتجعل مكانها قوانين إسلامية، بحيث يرى الناس أن الإسلام أفضل، ويرى الناس أن المال لم يهرب للخارج. أليس هذا يحتاج إلى العلم؟ معرفة قوانين الإسلام في الاقتصاد، معرفة قوانين الزمن في الاقتصاد، معرفة أنه كيف إذا طردت قوانين
العالم في الاقتصاد تتمكن أن تجعل مكانها قوانين إسلامية هي أجمل وأنفع، حتى أن قوانينك إذا كانت متساوية الناس قالوا لا فضل للإسلام، إنما بدلت خبزا بخبز، وإنما بدلت ماء بماء، وإنما بدلت قانونا بقانون. يجب أن تعرف كيف تطرح القوانين الإسلامية بحيث يرى الناس كلهم أن هذا أفضل، كما هو إدعاؤنا. ومن أحسن من الله حكما، يعني أن حكم الله أفضل من كل حكم. هذا المبحث في الاقتصاد والبنك، ثم نأتي مبحث في التجارة العامة، في الاقتصاد العام، في الزراعة العامة، وكذلك مبحث في العقوبات، مبحث في كيفية القضاء، مبحث في كيفية مجلس الأمة وانتخابات وآراء وإلى آخر القائمة. إذا نحن مكلفون الآن حيث انهدمت الحكومة الغربية أن نتمكن من إملاء الفراغ، ونتمكن من إملاء الفراغ بوجه أفضل. قد تقول أنت إن هذا الماء غير صالح وتكب الماء، الناس يقولون لك أعطني الماء نريد الشرب، تقول لا ماء عندي. لماذا لك كببت ذاك الماء أنت؟ ما غير صالح كان، لكن كان يملأ فراغ عطشي. وقد تكون تأتي بماء مثل ذلك الماء، الناس يقولون لك فلماذا كببت، ولماذا هرجت، ولماذا صحت، ولماذا ضحيت، ولماذا تكلمت. وقد تكون تتمكن أن تأتي بماء صالح، تقول هذا هو الماء الصالح. إننا في الحقيقة مكلفون بحمل ثقيل، الحمل الثقيل أن نتمكن من إملاء الفراغ بوجه أفضل. إذا صنعنا هذا الشيء صدقنا مع أنفسنا ومع المجتمع ومع الله، وهذا أمر صعب ليس بالسهل، فهم القوانين الإسلامية المرتبطة بالحكم وإدارة البلاد، فهم القوانين الغربية والشرقية المرتبطة بالحكم وإدارة البلاد، فهم وقدرة أن نزيل تلك ومرتب هذه مكانها. إذا صنعنا هذا الصنيع تمكننا أن نقدم إلى الإسلام وإلى المسلمين وإلى بلاد الإسلامية خدمة، وتمكننا أن نقول لسائر البلاد الإسلامية هلموا اقرأوا كتابية وشوفوا عنا لماذا هدمنا ولماذا بنينا. هذا يحتاج إلى مطالعة مئات الكتب، إلى دراسة مئات الكتب، إلى مباحثة مئات الكتب، حتى نتمكن من إنجاز هذا الشيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من إنجازه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.